رمضان فيضان إحسان، رمضان فيضان إحسان. فالعاقل، كل دي مقدمة، فالعاقل من إذا استهل شهر رمضان، أو العاشق من إذا استهل شهر رمضان رأى ما فعل الله به فعجز عن الشكر، والغافل من إذا استهل شهر رمضان رأى ما يفعل فطالب بالأجر. ولذلك اسمع معايا كده حديث سيدنا الإمام البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة، ثلاث أحاديث رواهم الإمام البخاري والراوي أبو هريرة. يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، برضو الراوي سيدنا أبو هريرة والحديث في البخاري. الحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ها غفر له ما تقدم من ذنبه. الثلاث أحاديث رواهم مين؟ يعني صحيح ولا ضعيف؟ البخاري يبقى صحيح، ما عندناش فيه ولا حديث نقدر نتكلم فيه، هكذا أجمعت الأمة. طب والراوي في البخاري مين؟ سيدنا أبو هريرة. سيدنا أبو هريرة ده بينسى؟ قال لا، ده سيدنا أبو هريرة ده سيدنا النبي عطاله عطى كبير قوي. طيب وبعدين إيه الحديث بقى نفسه؟ التلاتة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثلاث أعمال هتعملهم إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبه. بقي عندي سؤالين. السؤال الأول: أعرف يعني إيه إيمان وأعرف يعني إيه احتساب عشان أعملهم، لأن شرط المغفرة، النبي ما قالش إن الصيام هيخليك يغفر لك ذنبك مباشرة. يعني لو أن رجلا ليس من المسلمين امتنع عن الأكل والشرب من الصبح لحد المغرب، ما نواش الصيام على شريعة المسلمين، هل يغفر لهم ما تقدم من ذنبه؟ لا لا، بس ربنا يجازيه بأنه إيه؟ بأن صحته تبقى حلوة، لأن قال صوم وتصح. الصيام هيعدل الجسم، فهو ياخدها بطريقة طبيعية جسمانية. لكن إحنا قال حتى لو نوى وقضى لحظة من اليوم في صيام ونام بقيت اليوم، الصيام مقبول. هذا إيه ده؟ لأن الشرط الصيام إيماناً واحتساب. عايزين نعرف الصوم وعايزين نعرف يعني إيه إيمان واحتساب. إيه هو الصيام عشان نعمله؟ العباد قالوا الامتناع عن الطعام والشراب، أو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لحد المغرب. طب تمام أوي كده، ده الصيام عند العباد. أيوة ده الصيام عند العباد، ما يأكلوش ولا يشربوا ولا يأتوا أي شهوة من الشهوات، الجماع والنكاح والحاجات دي. طيب أمال العشاب يصوموا إزاي؟ قال سيدنا محي الدين بن عربي: الصوم هو الإمساك حرية في عبودية. الإمساك حرية في عبودية عن كل قول وفعل وحركة وسكون ليست من الله لله. ايه ده كبرت قوي. هنقولها تاني عشان دي حته سمينه. قال: الامساك عبوديه، ده العباد. اما العشاء الامساك حريه. يعني الصيام ده لازم يعلمك ايه؟ قال الصيام ده جاي يعملك حر في عبوديتك لله سبحانه وتعالى. العبوديه الاولانيه بمتنع عن حاجه بحبها، العبوديه الثانيه سبت كل اللي بحبه لحبيبي. العبود اتحررت من اللقمة واتحررت من شهوة البطن واتحررت من شهوة الفرج بمزاجك ولا حد ربطك؟ بإرادتك، ما حدش أجبرك. الأوضة مقفولة وانت صايم، كل جوه حد شايفك؟ قال لا ما هاكلش. ليه؟ يا عين إن الذي خلق الظلام يراك إذا دعتك نفسك، بيدربك. يبقى الصيام ده إيه؟ التدريب للنفس على التقى. أما ربنا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، لعلكم إيه؟
ما بيقولوش ليه؟ ده انا متهيألي عدى عليكم 60 رمضان قبل كده وسمعناها كل جمعه وكل صلاه، لعلكم ايه؟ يبقى عله الصيام لعل اذا قالها الله فهي واجبه. كلمه عسى ولعل اذا قالها الله او قالها سيدنا النبي ما عندهمش دول احتمالات، انت الاحتمالات عشان شكاك. لكن كلمه لعل معناها ايه؟ معناها وجبت في حق الله واجبه. فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. إذن الصيام لابد ياخدني لفين؟ للتقوى. العباد لعلكم تتقون، والعشاء لعلكم ترتقون، وأهل التوبة لعلكم تنتقون، طب وأهل المشاهدة لعلكم تلتقون. فيتسع لها مفهوم الايه؟ المشهد. ففي لعلكم تتقون ولعلكم تنتقون ولعلكم ترتقون ولعلكم تلتقون. كتب عليكم الصيام كما. فيبقى الصيام ايه زي ما عرف الشيخ؟ قال الامساك حريه في عبوديه. حريه في ايه؟ اتحررت من ايه؟ اتحررت من سيطره الشهوه، اتحررت من سيطره الكلام. من واحد عنده مرض الكذب راح لطبيب نفسي مش عارف يعالجه، نقول له صوم. ليه؟ قال لأن الصيام هيخليك تبطل كلام خالص. طب وواحد عنده مرض الدخان مش قادر، مدمن دخان مش عارف يبطله، ايه اللي بيخليه يسيبه من الصبح للمغرب؟ الصيام. ضربه على ايه؟ على العبودية. ايه العبودية في ان انا ما اشربش سجاير؟ قال لا، دي حرية، خلاك بإرادتك امتنعت عن المباح، فكيف تجيب الحرام؟ يبقى الصيام معمل لايه؟ ملعب لايه؟ تدريب لايه؟ معمل لايه؟ معمل لتدريبك على الحريه في عبوديتك لله. الله عايز يحررك من كل ما سواه لتصح لك العبوديه في مأواه. لعلكم تتقون. لعلك اذا كنت على التقوى. قال له يا شيخي انا لست على التقوى اقوى. قال إن كنت على التقوى لا تقوى أحبب من يقوى تقوى. أنا مش قادر أبقى تقي، مش عنديش، مش قادر. قال إن أنا لست على التقوى أقوى. قال إن كنت على التقوى لا تقوى فأحبب من يقوى تقوى، والزم بابه واتخذ من بابه بالهوى مأوى، وما دمت مريد فأنت مراد. وطول ما انت على الباب مريد انت مراد. انت ايه؟ مراد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني خلي بالك، اهل الاحسان ربنا معاهم، لمع بلام التوكيد، وان الله لمع المحسنين. ما انتش قادر تبقى محسن، امشي جنب واحد محسن حبه، لابد ان احسانه سيتخلل يوما قلبك. لما أتيت إلى المدينة زائرا، لما وفدت إلى المدينة زائرا ورأيت نور قبابها العصماء، روحي تجلت، روحي تجلت والدموع تحدرت، روحي تجلت والدموع تحدرت لما رأيت قبابها الخضراء.